حركه لهذا الدين. محمود اذكر اخواني الكرام، قلنا الهدهد بجوله اتى بدوله. ايها العالم، ايها الداعي، ايها الحاج، اين جولتك؟ دخلنا بعض المناطق والاخ ابو مشعل كان معنا هنا في افريقيا، واحنا ظنينا انه مشينا مسافات، واذا والعياذ بالله المنصرين الشباب والبنات من اوروبا وامريكا في الغابات. جلسنا مع النساء يا شيخ ابو فهد، شيخ فهد عمرها اكثر من 85 سنه من اجل الباطل. فبفضل الله اخواني حوالي اكثر من 300 ل 500 قريه التي دخلت بفضل الله جل وعلا في الاسلام، كبرنا الله اكبر. طبعا هذه الاعداد عشرات بل مئات الالوف. الان تشاورنا ايش العمل الان؟ اخترنا اول دوره 100 قسيس وراهب من المهتدين الجدد، اخذناهم من الغابات، والدوره تقريبا قال في سبيل الله مع دوره شهر كامل، السنن والاداب الاصول الثلاث وصفه الوضوء والصلاه وقصار الصور والفاتحه. الدوره الثانيه اخذنا 70 قسيس وراهب من المهتدين الجدد. النساء قال طب يا شيخ احنا ما لنا حظ، اخذنا 50 امراه. الان في نهايه الدوره كنت اسجل هدايات او حكايات المهتدين الجدد. ايش اللي اثر فيك؟ ايش اللي اثر فيك؟ اول قسيس تكلم قال عندما دخلتم الى هذه المناطق انا تاثرت من العمائم واللحى لباس السنه. قلت هذا يشبه المسيح مع مثل الحواريين. طبعا هذه قصه طويله. دخلنا جزيره كومي بتبعها 200 جزيره في البحر. دخلنا جزيره جلنجلا بتبعها 80 جزيره. واختم بس دقائق عن قبائل المسايا، اغرب قبائل في العالم. عدد سكان المسايا من 800 الف الى مليون. طبعا اسلم الملك بفضل الله جل وعلا. رجعنا ثاني يوم اسلمت القبيله كامله. اذنا الله اكبر الله اكبر، ثم يا اخواني تم بناء المسجد، ثم المعلم، ثم خروج جماعه في هذا المسجد. زرنا هذه القريه كامله بفضل الله بلباس السنه وتعلم القران. اخواني الكرام انا اختصر، شيخنا الشيخ مصطفى الله يحفظه الله يبارك فيكم، وهذا يا اخواني من باب توقير العلماء، الله يحفظه، انزلوا الناس منازلهم، نحن يعني طلاب عند الشيخ ونستفيد من هذا المجلس المبارك. الله يوفقنا واياكم. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. عفوا انت تترجم؟ اي يرضى عليك. اسمع يا اخي، اسمع حضرتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فحق لله ربنا أن يشكر، وحق لله ربنا أن يحمد. ولقد قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وكلمة الحمد لله هي كلمة كل شاكر، فكل النعم التي أنعم الله بها، كل النعم التي بنا إنما هي من الله. صدق الله إذ قال وما بكم من نعمة فمن الله. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله من شيء بعد. ولا يفوتنا أن نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المرسل رحمة للعالمين، البشير النذير صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله،
ثم ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فأتوجه بالشكر بعد شكري لله للأخ الكريم الشيخ أبي مشعل حفظه الله تعالى وبارك فيه وفي ذريته وما رزقه، وجعل الله داره ودورنا ودوركم منارات خير للإسلام والمسلمين ومجتمعا للطيبين وللصالحين. ثم الشكر موصول لأخي الفاضل أستاذ الدكتور فهد الهذلي حفظه الله تعالى شيخ قبيلة هذيل وفقه الله لكل خير، وأذكر بأن هذه القبيلة المباركة هي قبيلة الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنه: من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقرئوا القرآن من أربعة. فذكر من هؤلاء الكرام الأفاضل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكان كثير الدخول والخروج على رسول الله وفي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الصحابي الجليل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جئنا إلى المدينة وما نرى ابن مسعود إلا رجلا من آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا من التذكير بفضل أحد الأجلاء الفضلاء عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه. ففضيلة الأستاذ الدكتور فهد الهذلي حفظه الله، وقل من المشايخ مشايخ القبائل من تراه على الجادة على كتاب الله وسنة رسول الله وحب الله نحسبه كذلك، ولا نزكي على الله أحد، الحمد لله الذي شرفنا به. ثم الشكر موصول لكم جميعا أيها الإخوة بارك الله فيكم، والحمد لله الذي من علينا بوجوه كريمة من عدد من دول العالم، الحمد لله على ذلك. صدق الله إذ قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثلكم. صدق الله إذ قال: فيكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فنحن نرى إخواننا الأفارقة وغير الأفارقة من شتى بقاع الأرض توافدوا إلى بلد الله الحرام ملبين نداء الخليل إبراهيم بل قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أتوا لهذا البلد الأمين. أسأل الله أن يؤمن هذه البلاد وأن يحفظها وأن يسلمها وأن يقيها شر كل ذي شر، أن يقيها شر كل ذي شر. نحمد الله على نعمة الأمن والأمان، الأمن الوارف وظلاله الوارفة على هذه البلاد الطيبة المباركة. شيء بشيء يذكر أننا نرسل أبناءنا الأطفال من أقصى مكة وحدهم يصلون إلى بيت الله الحرام آمنين مطمئنين. الحمد لله على هذا الأمن والأمان، ونسأل الله أن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها واستقرارها. اللهم آمين، وأن يحفظها ويحفظ أهلها بحفظه. اللهم آمين. إخواني لو أطيل عليكم بعد هذه التقدمة، رحبوا بإخوان الأفارقة الذين هداهم الله للإسلام ودخلوا فيه بعد ضلال كانوا فيه. الذي ليس في الإسلام فهو ضل، كما قال تعالى في كتابه الكريم:
كما ذكر الله في كتابه الكريم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فقال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. هنيئا لكم بدخولكم في الإسلام. وأشكر أخي فضيلة الشيخ حسن حفظه الله تعالى لسعيه الدؤوب المشكور لهداية الناس والإدخالهم في دين الله أفواجا. فكان دخل على يديه وعلى يد أخ الدكتور محمد حماد حفظه الله تعالى أمم لا يحصيهم إلا الله من الأفارقة، غبار الكفر يزول، وإذا بالرجل يدخل في دين الله سبحانه وتعالى. هنيئا لكما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هنيئا لك أو لكما بقول ربكما: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هنيئا لكم بهذا، هنيئا لكم بهذا، هنيئا لكما بهذا. فلم يقل الله: من أحسن قولا من طبيب أو من مهندس أو من رئيس أو من وزير أو من ملك أو من أمير، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وبعد أيها الإخوة، فتذكرة للجميع مختصرة، أذكر بقول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن معتقدات أهل السنة والجماعة أن هناك موازين يوم القيامة توزن فيها الأعمال، توزن فيها الأقوال، توزن فيها الأعراض، توزن فيها الأقوال، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمات توزن، الأخلاق توزن، الأخلاق الحسنة، ولا نزكي على الله أحدا، تلك المتمثلة في التواضع والرفق والحياء وكريم الأخلاق، هذه الأخلاق الحسنة توضع في الميزان. قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. والشيء بالشيء يذكر. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والصحابي الهزلي دقيق الساقين، والله يصورنا في الأرحام كيف يشاء، فصعد شجرة فنظر الصحابة إليه لما رفع شيئا من ثوبه فرأوا دقة ساقه فضحكوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقه؟ والله لهي في الميزان أثقل من جبل أحد. فالأجسام توزن أيضا. قال تعالى في شأن أهل الكفر: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال: يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة. هناك موازين توضع يوم القيامة، ونحن سنقف أمام الموازين، سننظر أمام الموازين الأعمال وهي توضع. لا إله إلا الله توضع، الصلاة توضع، أعمال البر توضع في كفة، والسيئات عياذا بالله توضع في الكفة الأخرى. ونحن نرقب، نحن نقف ننظر ما الذي سيوضع، وكل يقول: يا رب سلم سلم. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له صحابي في حديث في إسناده مقال يسير: أين أجدك يا رسول الله يوم القيامة؟ قال: أنا عند مواطن ثلاثة لا تتخطاني، عند الميزان، عند الحوض، عند الصراط. فعند الموازين الرسول أحيانا يأتي يقف عند الموازين يدعو ربنا أن يسلم. فنحن جميعا سنقف أمام الموازين وتوضع أعمالنا وأقوالنا، القول يوضع، العمل يوضع،
السجود يوضع، كل شيء يوضع في الميزان صغيره وكبيره، كما قال تعالى: فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فلنعمل لهذا اليوم، بدلا من اللغو نكثر من قول لا إله إلا الله، بدلا من الظلم نعدل بين الناس. الأخلاق الكريمة توضع كما أسلفت، كن متواضعا. في الختام أذكر بمقولة يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام تتضمن جميل المعاني. وبعد أن أكرمه الله بالذي أكرمه به، وجاء إخوته من بلاد كنعان وهم لا يعرفونه، وشاء الله أن يرفعه بعدما ظلم، فقال: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ ماذا قالوا؟ قالوا: إنك لأنت يوسف. انظروا إلى الكلمات التي أريد أن أذكر بها: إنك لأنت يوسف. قال: أنا يوسف. تواضع، ما قال أنا الوزير يوسف ولا الدكتور ولا الشيخ، أنا يوسف، بكل تواضع لإخوانه. هذه مقولات الأنبياء: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أنا يوسف. وهذا أخي الذي ظلمك ظلمي، الذي ظلمك ظلمي، لا تنسوه، لا تقبلوا علي لأنني أنا يوسف العزيز، لكن هذا أيضا أخي. بكل تواضع يجبر خاطر أخيه المنكسر، ثم يذكر بأن المنة لله، قد من الله علينا. فالفضل لله، أنت في أي خير خيرك من الله، ولو شاء الله لسلب عنك وأعطاه غيرك. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، قد من الله علينا. ثم يبين الصديق أن ما هو فيه ليس خاصا به، فيعمم: إنه من يتق ويصبر، لست أنا فقط بل كتقعيد للمسائل، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بذلك أختم سائلا الله أن يبارك في هذا المجلس وفي أصحاب هذا البيت وفي حضور هذا البيت وفي مشايخنا الذين حضروا معنا هذا المجلس الكريم وإخواننا الأفاضل من أهل العلم والدعاة إلى الله، وأن يزيد الإسلام رفعة وعلوا، وأن يجعل هذا البلد ملاذا للمسلمين من كل بقاع الأرض. هذا بيت جمع الله فيه أخيارا من العالم، أخيارا من العالم أتوا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. جزى الله رب هذا البيت خيرا، خير ما بذل فيه الوقت، وخير ما بذلت فيه الأموال، وخير ما بذلت فيه الأوقات خدمة هذا الدين القيم. جندنا الله وإياكم لنصرة دينه، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم، الله يكرمك، الله يكرمك، الله يبارك فيك وإياكم وإياكم. شكر الله للشيخ وإياكم هذه الكلمات المباركات النيرات، نسأل الله يجعلها في موازين حسناته وحسناتكم جميعا. نختصر كذلك في الترجمة ونعتصرها ونشرب عصيرها، نسأل الله يبارك لنا ولكم فيها. Avant il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un أبو مصعب دكتور محمد حماد نتمولينا علامة الشيخ مصطفى يبلو إنجو شكتنا واجدو قاع الشنطة شقاع الشنطة
محمد صلى الله عليه وسلم اي مونتون تيو ويمبو تزاماني مون شنغانتم بي كبي يعكس ما مسلمي ما يير غانتم اي سي نو فويكا او با مسلمي ما يي شرب تيو انتم فان بام بام وبي مي ما بام تو بام يومينو نداك فكانو انا اي ني شوشو ما غاتعليجو وين نجوي يمي يمي فاك بما كامينا اما صو فاشي باشو فاك يم بيقوم وجاب مين بدنا عندما يقو فايم بتمو عين وفا اما توشي ممن غيرش موي نبى بدي مي ياشو فاك انتوشي ما هاكو دا فايو ام فا امبوما فارين يم بنى ومامي تشي كتو يوزي نبرا mbam yo promba yoru payo poira akwa mbam tembo yusu yupo mfa pote ndemaje Allah aku mafa ishinda nga poratu miye shambora polamtu na Allah subhanahu wa ta'ala ne ban param banja ne baba ne tishimo u Africa ifuke lishimo etumtum te Africa nan fuli mo tum baba tare mbimba kamkari ni pangapo puan mfumbama bama ya kshopo nduuni shimo ni kentamma mbane ya duwa mfungu shanapo yunduuni afwa nkwinea kape shimba nganga inzi na pwami mbimba pupa mfona wo ini islam ya pambo poyo mba ni ekeri mba asheme ya mwiyumi yuwa unjo natenga mbo kamkari na Allah wamba ya kekuna ye lukeri ma pemtu mpanga ama tilamtu nukaba fulishi mshupa mamu pemtu ande maa pema yu hapa ama lamtu madipo pemtu ama ya Allah uswa pemtu matilamtu nshinzi yuwa atumpu matilamtu ima asha mipubaba me mbanjua maje yungwa nina hira lukapua abotare pendo lipondo lana saanga kenjunju kenche keku أجين جون بروم بروم فويا بروم فما تمونا ببي بينا بون نبوكس ويوم فو بروم فا تاجننا هو بنجو من ماجي بابو تاري منو يوم فوي بون نو تنتم بيان كامي بيا بومبا بومبي يبيش بوكسون يكاو فو بنت كريتو يكاو فو بنت شيش ماجي يو أنت متوهني ما أنت جو أنغوان نوبلا وتنة تنة ببي إنك mbien kap map mbien fushap man kap masi suprent tout mon aptage na so matemu ashi mbien ba muslimi yo ni mire ipi yinda nga ngwanda je ne banga kumwa ya ma pamma yo fonju ka malum pamazir ama ka fara mun sheikh mustafa al adawi hafizan allah wa iya ipi shikara pumyum abin su masupon fati fayo na Allah alhamdulillah ni fayo pam para ayo muslimi kambe ka ashu kwanina yele banga siren nandinan ku nuku nzina Allah kome kisha imfayo nundi mafun kwankwa ngambo kiyo pende pafaitira maybe sura aya nta uduni amat Allah da to so abo benja ngu bomente papia ngu capacité bomashi mapashin mfa ya ponduta mama fu
الله وتيم فان هوبر اي ما يدون ديما نجوتو بوبا شبابي تا نعم انتو شبامي وماتا وشنتا فايو تيوا وفوتون فوتو اتا نعم تا فايو نعمو كمونترو فايو اكون تامي كيم فما تيبم بوبوفا وانتا هيا تا هيا تماما فو الله يمومو ابا فو فشي شي ابا فونا ابا فو ميمو نتمو تو كرو نسورو وانزو انجا نابم بانسو مبالي انا غامان جا بك عندما انتا فو انجا بو لشو انجا نتمونزو انك تون انسو مو يشو شنجا ابا يوكو انجا بو ريلا ماما موفا يبو ايا تا ايا وانسو انجو ما وانتا نتا مانغو ابو منجان درالو رميمو ميمو باندي انا كامبا تون اندو مبو لشبا من دو مبو اتو شامي اندو مبوي ام woman ni muke ام woman shubu fuko fashanga na umfa yobo iya ta iya we maintain po yentafo mo nduka ye upamasini mbatemfu hare la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama fuyo aya ngufu juma se maten 20 juma se piso andi uta pamasini mfuma piso ababamba mekeli na mbo ubate lushile mekeli ande mubate lupo mbo Allah ufafu na po obalori ya kamkam poriemi yunku put yapa aljanna na Allah ufafatu ushinu maka kalimatu shahada la ilaha illallah abafatu aljanna nkesu ibi mfuunu na kumwa mfuunu na sayena mfuunu na nkap mbi mfuunu na yuuna wopu majembebi yeba nguwa mwoli kubintuwa matangunde ingura yaba kaaba musharrafa bituwa hajina iba lote ira iya salati ndungantim anabi Muhammad sallallahu alayhi sallam mbalo unti mdi ashi ibi mshike mbele sheikh fadilatu doktor Fahad mshike mgriwa mwondi ipate yundum dham pasave ngantim Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nsa makel sangi tukanga tim kabangina muyi tutunga tunjen baba ngal bi wanzet du pompo kababa ngatim fukai yung kwantum pabika na pa ngumi mbete rantim di ashin tomfa islam si sa shi to meti u poljana abi mayu yu yu bi baba ngaba mo ndi mo no ngel sapati du pasave yo baba yu ma shupwa baka pa pompo ka rum ngatim katuwa ilan tumi anjiyena ngum shipan tum 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 fiili nga akapanga anwa vami antolo lena saatwa menga nga fwanda upwana tuwa mali babi shike mete ilani nga po yunjo lupo popilo ote ngundu undu nambi tuwa tendi ingu wapo tuwe mfad abiba ndi fa wapo tuwe ngushina abiba ndi Allah shika tupo te kaaba handi yu kutemina Muzdalifa, Arafa, andi shike. Wanzi majuru, ubo sike, ubo pitake, ubo nsake, ubo kamshake, ubo pitme, imamba, imangwe. Lote ngusambi, enju mantena ngumbu, mbuka Allah, upoma wa. Yuwaba tu mantumina, andi yimima. Labbeka Allahumma labbeka, labbeka la sharika, laka labbeka. Kwa kwa antuwa, imbuma sundimu. Bangushan demon, Bambatan demon, Yaba Gatum, Yaba Chicken Bearer, Abdullah ibn Mas'ud, Inu Rabba Famasa Kamfuka, Ukabatam Junu, Jundangatim, Shiyuni Kaina, Kefukentum, Yuba Yuungatum, Bikaman, Bibandibo Mambamu, Bibamfukan, informal Pomina, Bomatan, Abamemoli, Yibeke Kuanino, Tun, Damin, Uyu Ponquatna. We yufuka sambe njapa tunwa yuwa tuwano. Wimba yuka uba masena. Pe yuwane u. Napo mkuwa ntekule tuwana pa yuwano. Pa yuwano ka mpa amiba po mkweshi na. Mwopu nta ingo. Gantumule napo mkweshi mpa yuwa po yuwana. Mfuka nze tekilo yuwa makiyama na. Andi yuwa wacha. Andi mwundi po mange. Kema nse. Kema kai pumuna. Mpa mfashi.
أيضا قالت تنزل الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة. نيمان زيبون بي الحج إلا المبرور أبو بيرون بندي انتوما موجود لأنه كتير وابقى إنه مونوي يعيش بويو إيشي شمرينا أهلا فيكا إتفا بساك نغا ميزان نغا فوكيلو يوم القيامة تنغو آية يبا منزيمي الله فبساك منا مبون بمك بمنا إيشي كان مفولي ومقون قد آية مبوني من تنتين بمم يبون جا إنفولا فمي أبن باب توتو فسو موتي كيلو أبن بيين كي فسو موتي كيلو أبن بحجي أن يتي كيلو زكاة أن يتي كيلو وأن يتمت رمضان أن يتي ميزان ديديش كروم بعض مشروعنا نفاس وتي كيلو أين بوكرو بعض كيلو بوكر أين بيوكرو عن شو عن تو أيوكم ما تو عن داما أشكرا كم بتما أسم بيوتي زكاة بام ف مو بيف بيوتي لنا شكرا بيوكين تانم دي بابا دي كوني matemate islami wa tana pwe loka po menga na momu ino pe zelini mbo shi lwa ati afrika papa ya posi pe yente nungu awe kapu mfifu eta wafi njana kwe sisi nyi pwe umanga ira maumajum anyi mfuke msike msake kamisho anyi wa aljanna anyi upomete ngu tonto mantemba ngu kulio resu kwa pomu Allah أبو بطوريك وشامي مقامي يوكو تاين توش مشولا أفاكا بومي جونا الله ويقمي بسين تنفاق باماليشا إشيكت موكا بيكا باماليشي كمية باليشا دي عشبه يعدوا بوا تمدين فومي بوا كروو بمفيو الله تنفونو يقمينا أبينا كسناكي بوا كبنجونو بوا هنا مشي كو شاو بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نشكر الشيخ مبارك العدوس العتيبي على استضافته لحجاج بيت الله من كثير من أقطار العالم وأيضا لحضور هؤلاء العلماء. ونخص بالذكر الشيخ مصطفى العدوي هذا الداعي الإسلامي ونهنيه على محبة المسلمين له في أقطار العالم. الله يبارك فيك. فضيلة الشيخ مصطفى العدوي الله يبارك فيك زار متحف هذيل التراثي قبل سنتين تقريبا، والله إن الاتصالات انهالت علينا من أنحاء العالم، قالوا نهنيكم لاستضافة علم ورمز إسلامي وداعي إسلامي كبير مؤثر في كثير من أنحاء العالم. ويا ليت أن كثير من الدعاة ينهجون نهج الشيخ مصطفى العدوي. ونعذروني أنا خارج من الحج الليلة ويبدو لي أن الجو اختلف علي، ولكن كلمتي ستصل إلى قلوبكم. سأذكر لكم أنني في ليلة من ليالي رمضان ليلة 15 كنت عائد من المدينة المنورة وأنا بسيارتي وحدي، ورأيت القمر والنجوم والأفلاك والأرض، فقلت كل ما أرى من قدرة الله
حتى في نفس الإنسان، حتى في سمعه، في بصره، في كل شيء ترى عظمة الله سبحانه وتعالى. فقلت أهندمت بقصيدة في قدرة الله، أقول رب العباد الواحد الوهاب، رب له قد دانت الأرباب، هو الغني فكلنا نحتاجه، هو الكريم الواحد الوهاب، هو خالق الأسباب منه تفضلا، لولاه ما هانت لنا الأسباب. يا واحدا يا حالما يا حاكما، أبدا له دوما تدل رقاب، الأفق بالقدر الإلهي شاهد، والبيد شاهدة به والغاب. الله جل جلاله رب لنا، ويح الذي بجلاله يرتاب. الله من ماء يصور ما يشاء، وترى الصخور وماؤها ينساب. يا مدرك الألباب يا رب الورى، يا من له لا تدرك الألباب، اجعل لنا أنسابنا إيماننا، يوم به لا تنبع الأنساب. وانظر بعينك للبحار وهولها، وانظر إلى الأعلى فذاك سحاب. وانظر لنفسك واقرأ عن في طيها، كتب له إن النفوس كتاب. وانظر إلى الأرزاق كيف يمدها، رب كريم جوده صباب. الله من ماء يصور ما يشاء، وترى الصخور وماؤها ينساب. والكون برهان جميل شاهد، إن المدبر واحد الوهاب. الله جل جلاله رب لنا، ويح الذي بجلاله يرتاب. الله من ماء يصور ما يشاء، وترى الصخور وماؤها ينساب. يا مدرك الألباب يا رب الورى، يا من له لا تدرك الألباب، اجعل لنا أنسابنا إيماننا، يوم به لا تنبع الأنساب. واجعل لنا الفردوس عندك منزلا، حيث الرضا وكواعب أتراب. إنا نؤمن من نداك تفضلا، إن طال في يوم الحساب حساب، إن طال في يوم الحساب حساب. والكوثر الفياض نسخى عذبه، إذا نسغي المجرمين عذابه. طال الذي طيبته وزرعته، بهومة أباؤها أطياب. صلى عليه الله قبل سلامه، ما شق للبحر الخضم بأرباب. وأنا أرتم الوحي الكريم جنانه، فلا طهارة صحبة، وأهل الطهارة رفقة وصحاب. وأنا أرتم الوحي الكريم جنانه، فلا الصحابة كلهم أحباب. صلى عليه الله قبل سلامه، ما شق للبحر الخضم إرباب، ما شق للبحر الخضم إرباب. جزاك الله كل خير، جزاك الله كل خير، وكل فضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. هذه القصيدة في ميزان حسناتك، الله ينير بها صحيفتك. جزاك الله خيرا يا دكتور فهد، جزاك الله خيرا يا دكتور فهد، جزاك الله خيرا يا دكتور فهد. ولقد قال تعالى في شأن الشعراء في الختام: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فهنيئا لك، هنيئا لك، قصيدة ملئت بذكر الله. الحق بالركب الكرام حسان بن ثابت، عبد الله بن رواحة، كعب بن مالك، الحق بهؤلاء الرفقة الكرام، جعلك الله دائما وأبدا ذاكرا لله، منتصرا لدينك، منتصرا لربك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.